تعتبر مشكلة قدم الأظافر من العادات الطبيعية التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص للتخلص من التوتر. لهذا السبب نرى معدل قدم الأظافر يرتفع عند مشاهدة مباريات كرة القدم، لأن ماكدونالدز هو الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2018. شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه كل المشجعين والمشجعات المتوترين. لهالسبب وحفاظاً منا على أصابعهم، صممنا هذه الأداة العبقرية الجديدة لإدارة التوتر، أصابع البطاطس من ماكدونالدز. ما عليك غير أن تضع البطاطس بها وتأكلها أول ما تتوتر. فاول، كرت أحمر، بلنتي، تسلل. إيش يصير فيك وانت تتفرج على فريقك بكأس العالم؟ شكلك من اللي يتسلون على أصابعهم من التوتر بوقت المباريات. صممها الخبراء واستخدموا أحدث التقنيات عشان يقدروا يوصلوا لها الاختراع المهم. هدي أعصابك واستمتع بجو اللعبة مع أصابع البطاطس من ماكدونالدز. انت من المشجعين المتوترين؟ خبرنا على صفحات التواصل الاجتماعية لفرصة ربح أصابع البطاطس من ماكدونالدز حتى نفاد الكمية.